من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ونظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأزاح الظلمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي العربي الأمي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي صاحب، أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا بالعروة الوثقى، فمن اتقاه وقاه الشرور والمهلكات وعافاه من خزي العقوبات وفاز في أخراه برضوان ربه والجنات. اتقوا الله حق التقوى، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله الكريم: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. عباد الله، إن من الحقائق الثابتة أنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يستطيع أحد أن يدعي العصمة لنفسه، ومن ادعى ذلك فادعاؤه دليل على أنه كذاب ماكر. فالمؤمن ليس معصوما من الذنب والخطيئة، بل لا بد له من الوقوع في بعض مزالق الشيطان. ومن هو الذي لا يقع في معصية الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقسم وهو الصادق المصدوق بغير قسم، فيقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بهم ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم. فمن طبيعة الإنسان أنه يقع في الخطأ والذنب، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولكن أيها المسلمون، ليس هذا حجة، ليس هذا حجة ولا مبررا للاستمرار في الذنوب والمعاصي، بل إننا مأمورون بتصحيح الخطأ، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون، يفتح لنا باب الأمل. وكذلك قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده
ويعفو عن السيئات. فمن تدبر في هاتين الآيتين وما في معناهما يعلم أنه لا عذر له في الاستمرار على الذنب، والله عز وجل قد دعاه إلى التوبة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وإن من أسمائه جل وعلا الغفور، ومن صفاته المغفرة، وهذا يدل على حاجة العباد إلى مغفرة ذنوبهم، ويدل أيضا على عدم عصمتهم من الوقوع في الذنب. قال الله الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونحن أيها المسلمون في شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر العتق من النار، فمن لم يغفر الله له في رمضان فمتى سيغفر الله له؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف رجل أي خاب وخسر، ولصق نفسه بالتراب، ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقول ما تسمعوا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بمواسم تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات. قال الله الكريم: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فها هو شهر رمضان، شهر التوبة والإنابة والعودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فيا من عصيت الله في كل الأحوال، فها هو شهر رمضان، شهر القبول والغفران. فلا يعقل أن يمر شهر رمضان دون إعداد توبة جديدة وعودة حميدة وترك للهوى والشهوات ورجوع صادق إلى رب الأرض والسماوات. فلا بد من تغيير الحال في شهر رمضان، فلا يكن حالكم قبل رمضان هو حالكم في رمضان، بل يجب أن تشملوا على سواعد الجد والاجتهاد ومقاومة عدوكم الذي يرفضكم
الخطايا. قال الله الكريم: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمن لم يكن في شهر التوبة في شهر رمضان فمتى سيتوب؟ ومن لم يندم في شهر رمضان فمتى سيعود؟ قال الله الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، لعلكم قد سمعتم ووعيتم وعلمتم وعرفتم فاعملوا، فإن العلم بلا عمل عقيم، والعمل بلا علم سقيم، والعلم مع العمل هو الطريق المستقيم. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل يا رب من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي راية الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وانصر اللهم من استرعيته أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك، جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم أقر عينه بولي العهد مولاي الحسن، واحفظه اللهم في أسرته الشريفة. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم يا رب لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الداء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا.
ودينا، وارحم من علمنا وارحم موتانا، واصلح احياءنا وارحم من سبقنا بالايمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. وتوفنا اللهم وانت راض عنا على ملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.